احكي لك اي اي تعبت وانت لما وفعلا نكون تعبنا بتقول بتفلتني، ولما انا احكي لك اي لما انت تحكي لي اي اي خلص تعبت بنفلت بتفلتني وما فيهوش. وتاني اشي اللي انا بكون اللي انت الفلسطيني وانا اسرائيلي، بعدين دورك بيجي انت الفلسطيني انا الفلسطينية وانت الاسرائيلي، يعني لعبة هاي. طب اذا انا يا لارين بهبرك تهبير اذا انت اسرائيلية، اذا حكيت لك اي اي بتفلتني عادي لعبة هاي، هيك هي الفكرة يعني. انا مش اتأذى. ايوه يلا تعال دوك ليقتل. لا قلت لك فهمت إذا هاي بتحكي لي والله لا رح أضلني أقتل فيكي، والله يا عمري ما بلعب معاك لعبة لأنه هاي اتفقنا ومسجلين. يلا طب كيف نتفق؟ كيف يعني؟ يعني نعمل الحركة الأصابع بهاي بهذا؟ عشان إذا ما اتفقنا أصبعنا الاثنين بيروحوا بنقطعه؟ استر بيتك يا لارين. يلا والله يلا بيروحوا جد بيروحوا؟ بيروحوا مصيبة هاي. انا وعدتك مثلا اني انا وعدتك رح اجيب لك ايباد واستنيت وما اجاني ايباد رح ينقطع اصبعي، اني بكون انا كذبت عليك. ماشي يلا جو ماشي. مثل ما حكيت لك انا لما احكي لك اي اي خلص تتركني، اما انت تحكي لي اي اي خلص بتركك. اتفقنا حطينا الوعد. هسا انت ايش رح تكوني؟ الإسرائيلية وأنت الفلسطيني، وبعدين أنا الفلسطينية بعدين أنت الإسرائيلية. أنت إسرائيلية راح أهبرك. طيب يلا تعال نلعب اللعبة. يا جاهزة؟ جاهزة. يا